اللي عندنا اتصال الأستاذة بسمة. أستاذة بسمة، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء النور. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا أستاذة بسمة. معاك مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا بسمة، أهلا بيكي. من فضلك يا دكتور أنيس، أنا عندي مشكلة إن فيتامين د عندي كان من 10. أقل من 10. وكنت تعبانة جدا، وكان جسمي كله، كل حتة في العظم بتوجعني. نعم، تفضلي. وبعدين الدكتور اداني كورس علاج مشيت عليه لمده شهر ونص، جميل. ودلوقتي قررت التحاليل تاني، اداني دلوقتي 26. 26. طيب وفيتامين الحديد عندي 30. الحديد؟ متأكدة ان هو 30 الحديد؟ الدكتور بيقول ان هو زيادة، انا متأكدة يا فندم. طيب نسبة الهيموجلوبين كام يا بسمة؟ الحديث سوري يا دكتور، الحديث 33. مش فارق، وحتى لو 50 ناقص. بقول لك نسبة الهيموجلوبين كام؟ لا الانيميا، الانيميا كام؟ الانيميا كام؟ الانيميا 11. انت سن كام سنة يا بسمة؟ انا 33. متجوزة؟ متجوزة. الدورة منتظمة؟ الحمد لله. كمية الدم كتير بتاعت الدورة؟ بحس ان هي بس في اول كام يوم بتبقى جديده شويه، وبعد كده بتبطل. طيب حاضر، هجاوبك من التليفون، من التلفزيون، اتفضلي. شكرا استاذه بسمه، شكرا. يعني هو حضرتك معظم السيدات اللي هم عندهم انيميا، تمام، 11 مش ناقص قوي، خلي بالك. يعني هو ال 11، يعني لان البنات عندنا في مصر او سيدات 12 12 ونص كده، 13 بالكتير قوي. الرجاله المفروض يعني 14 15 16. احنا طبعا بنقلنا عن الخارج بحوالي 2 جرام، يعني بره السيدات 14 15 والرجاله 16 17. ما علينا، هو ال 70 ال 30 تقريبا. يعني هي كانت عملت الحديد كويس، بس في حاجات تانية بنعملها الى جانب الحديد لنطمن، لجانب، ولكن اعتبرها ان هي كلامها صح. هناخد هيما كابس، ده كبسوله بعد الغداء كل يوم لمده 3 شهور ما نوقفوش، تمام. وانا يا ريت واحنا بناخده كمان ناخد عصير برتقان، عصير ليمون. لو هي رفيعه تاخد برتقان يتخنها، لو هي مش كده تاخد ليمون، ولو تدوبه في ميه وتشربه من غير سكر مع الهيما كابس ده، تمام. لان هيزود امتصاص الحديد زي الكالسيوم بالظبط، بيزود كده. بالنسبه لفيتامين د، لو هي الاعراض راحت مش معنى ذلك هنوقف العلاج، هناخد برضه لمده 3 شهور تاني فيتامين د. وانا شايف ان احنا ناخد ارخص حاجه اللي هو بالفم، مع اني اشك ان هو كان السبب، لكن ممكن ناخد برضه اللي هو اقراص فيتامين د زائد كالسيوم، ما يتاخدش مع الحديد. يعني تمام. ناخده مثلا لو هناخد حبتين يبقى قبل الفطار وقبل بعد الفطار وبعد العشاء. بينما الهيما كابس الغداء لو اتنين اتحطوا مع بعض مش هيمتصوا. والاثنين يتاخد معاهم يا عصير برتقان يا يتاخد معاهم عصير ليمون. حسب الوزن. حسب الوزن. تستمر على دول 3 شهور وتتصل بنا تاني. نيجي لموضوع الدوره الكتير، يعني لو في دكتور امراض نساء قريب منك ولا حاجه، او دكتوره تحاول تقلل لنا كميه الدم اللي بتنزل دي وتشوفك. لو كده كلمينا واحنا نقول لك ازاي نقللها برضه ان شاء الله. طيب ناخد